دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المده هذه ما جيت درت معكم شي وصفه، راه كما قلت لكم الظروف اللي كنت فيها داكشي ما كانش الوقت مناسب، وكانت بزاف ديال الشغالات داكشي. المهم دابا جيت نشارك معكم الكسكسو بالتفايه، واخا راه كلشي كيعرف، ولكن جيت نقول لكم الطريقه ديالي، واحد الطريقه بسيطه جدا وسهله، دغيا تعسل معكم فيها البصله. ها نتوما هنايا درت اللحم ديال الغنمي غير الضلوع، كيجيو زوينين مع الكسكسو. هنايا درت واحد البصله مقطعه، غادي نضيف لها واحد الربطه ديال المدنوس والحمص. داكشي اللي كتبغي الحمص بزاف غادي بزاف، مي انا ما كنبغيش الحمص بزاف، غير شويه. المهم غير باش يذوق الكسكسو ديالنا. غادي نضيف اللحم، ومقياس اللي بغيتو نتوما ديال اللحم على حسب الناس اللي عندكم، عدد الاشخاص. كنضيف واحد المعلقه ديال، كنضيفو في العطريه، كنديرو البزار، واحد المعلقه ديال البزار. كنديرو معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال الخرقوم. انا هنا ما غاديش ندير الزعفران، ونتوفرش عندي، فاش غادي ندير غير علين معلقه ديال الخرقوم. صافي، وغادي ندير الملحه، كتبقى الملحه على حسب الذوق. زيت، كنديرش الزيت بزاف لان عارف الغنمي هو اصلا مدم. صافي صافي، كنردو هاد اللحمة تشحر مع القطرة ديال الماء، كنخليوها تشحر مزيان. صافي هنا غادي نخليوها كتشحر. نتوما هنا البصلة راني قطعتها بهذا الشكل شرائح قبل. المهم نتوما كتبقى على حسب الاشخاص اللي عندكم. انا هندرت هنا تقريبا شي 2 كيلو ديال البصل، 2 كيلو ونص. نتوما اما يمكن لكم تزيدوا اولا تنقصوا. هنا هذه السر اللي بغيت نقول لكم ديال هذه البصله، انني كنردها هكا كتشحر 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 حتى كتذوب مزيان، حقاش بلا عطريه. العطريه كتخلي البصله شويه كتكنزز وما كتهبطش دغيا. نخليها كتذوب فوق البوطه كتهبط، عاد ندير لها العطريه ديك الساعه. ملي غادي تهبط غادي نرجع لعندكم. هانتوما هنا انا درتها فوق البوطه، دابا غادي تشحر، وملي غتنزل غنرجع عندكم باش نوريكم كيفاش هبطات بلا عطريه بلا والو. عاد كنضيف لها العطريه وكنخليها تكمل الطياب ديالها. تقريبا كنخليها شي نص ساعه ولا ثلث ساعه، صافي كنلقاها هبطات دغيا، كتشحر دغيا، كتعسل. ف تهبط ليا البصله ونرجع عندكم. يا هذيك الاثناء البصله ديالي كطيب كتغلي فوق البوطه بلا عطريه، كما قلت لكم كنكون موجده الماء مغلي، لان خصها فوق ما كتنشف كترمي لها الماء مغلي باش ما كتكنزلش دغيا كتهبط. تبان هنا داير هنا الماء كيغلي، باش غنحس بها الشفات نكب عليها شويه الماء. هذا الزبيب كنكب عليه حتى انا هنايا تقريبا شنو نقول لكم، شي ربعه صغيره، شي كاس هكاك ديال سميتو. كنكب عليه الماء طايب باش كيتنفخ، باش ملي كتقرب البصله تعسل ليا مزيان، كنجي نعسلها كنلح عليها الزيت تيكون اصلا راه تنفخ. نتوما كيما قلت لكم شفتوا كيفاش هبطات، راه باقي ما دارت لها العطريه لا حتى شي حاجه. دابا غادي ندير لها العطريه، شويه ديال البزار وشويه ديال السكينجبير. شويه ديال الملحه لان البصله دغيا كتقرف فيها الملحه.
كنضربو واحد ضربه الماء بالنص باش كطلق داك صافي كنضربو داك الزبيب وشويه الخرق ونسيت كاين صافي شويه ديال السكين زبير عفوا الخرقوم وكنرمي الزبيب اللي كنا درنا الماء طايب صافي كنعطيهم شي شويه ديال الماء طايب صافي كنخليهم حتى بغيهم حتى تنحسو بيهم ديك العطريه اللي طابت مزيان مع البصله ديك الساعات كنغسلوها بالسكر والقرفه ونسيت الزيت صافي كنخليوها هكا طيب مزيان عاد كنرجع باش كنغسل ها هي البصله كيما كتكون هي قريبه تاعي صافي العلم قلت طابت مزيان نهبط دابا غنديرها مع القدر القرفه كنديرو السكر تيبقى السكر على حسب الطوق اللي كيبغي الحلاوه غادي يدير الحلاوه واللي كيبغي حنا غادي ندير غير جوج معالق صغار شنو يمكن لكم تزيدو الكميه وغنخليوها دابا تعسل مزيان اللحم راه يكون قريب يطيب ولا يكون طاب هنايا درت كيلو ديال الكسكسو نتوما كيمكن لكم ديروا هنا اي مقدار بغيتو على حسب هاد الاشخاص اللي عندكم انا درت هنا كيلو ديال الكسكسو داري كنغسلو انا كامل كنغسلو مزيان كنعوم فوسط الماء كنغسلو مزيان مزيان الله لا تكون شي هضره ولا شي خشه ولا شي حاجه ما كيقنعنيش انا غنرشو كنغسلو مزيان حتى كيدوز عليه الماء بحال هكا وكنبدا كنصفي كنصفي مزيان من بعد كندوز باش كندهنو من بعد ما غلى ليا الماء والكسكسو نشفي ليا وشرب داك الزيت كنديرو في الكسكس وكنردو كيف هو صافي وكندير له جوج مرات المره الثانيه كنعاود نرشو وكن دابا نعاود نشارك معكم هذيك المرحله هو الكسكسو من بعد ما فور الصفوره الاولى دابا غادي نرشو بشويه ديال الماء ندير له الملح الطاري ما كيحتاجش ترشيه بزاف لانه واخا كترشيه صراحه ما كيتعجنش صافي كامل نحاول نقلبوه مزيان ونرشوه من بعد كنديرو المليحة جاني سخون ما كنقدرش نحادي بيدي سخونية صراحة واخا راه خليتو شي شوية برد ولكن والو باقي ما طايب كنبقى نساعد بهدوء نغرف الحلولة كنبقى نرش هكا بهاد الطريقة الما من بعد كنضيف ليه الملحة وكنعطي عاود الجنزين الكسكسو أنا درت معاه حتى الخضرة وخا درت البصلة والزبيب درت معاهم حتى الخضرة في الآخر كاين اللي مكيبغيش ياكل البصلة والزبيب مرحبا بكم معنا دابا ما بقى الا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.